مشاهدينا الكرام، يا مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة وفقرات جديدة ومتنوعة من برنامجكم المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. واليوم حنتناقش موضوع: هل القيامة يوم؟ خليكم معنا لأن الموضوع شيق. يا مرحبا بكم. أحبتي في المسيح، أحييكم مجددا مع فقرة جديدة من فقرات برنامجكم أسئلة المسلمين الشائعة. اليوم خلنا نتكلم شوي عن القيامة. تعريف القيامة: هي الوقت الذي يقوم به الميت من موته. القيامة هي أمر يحيطه الكثير من الغموض، والناس من آلاف السنين وهم منقسمين بين اللي يؤمن بالقيامة ومن لا يؤمن بها. حتى أيام المسيح هناك كان طائفة يسموهم الصدوقيين اللي ما يؤمنون بالقيامة، مرقس 12:8، والفريسيين اللي كانوا يؤمنون بالقيامة، أعمال 23:8. وهذه الأيام هناك الملحد اللي يقول ما في شيء اسمه قيامة، ولا الإنسان اللي عنده دين ويقول أنه هناك في قيامة. خليني أتكلم مع أهلي المسلمين، لأني أنا أصلا كنت مسلم مثلهم. طيب، المسلم يحسب أن القيامة هي يوم في آخر الزمان يقوم الميت من موته علشان يتحاسب. لكن حنا المسيحيين نقول عن القيامة إنها مش يوم ولكنها شخص. المسيح يقول عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، يوحنا 11:25. شيء جديد عليك مش كده؟ طيب أزيدك من الشعر بيت، اسمع إيش يقول المسيح لك أنت. نعم، لك أنت، أنت أصلا موجود هنا وتسمع هذا الآن مش صدفة، ولكن الرب يسوع المسيح يدعوك علشان تتبعه. هو اللي يقول لك ويقول لك كل من كان حي، يعني أنت الآن، وآمن بي فلن يموت ولن يذوق طعم الموت إلى الأبد، يوحنا 11:26. هل تؤمن بهذا؟ أشجعك أنك تقول الآن مثل ما قالت مرثا للمسيح: نعم يا سيد، أنا آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. شفت كيف أن القيامة هي في شخص المسيح ومش يوم؟ طيب ممكن تسأل وتقول: طيب المسيحيين يموتون بعد؟ وأنا أقول لك نعم، المسيح يموت بالجسد مثله مثل غيره. والمسيح هنا بيتكلم عن الموت الروحي، يعني الطرد من محضر الله، مثل آدم وحواء لمن طردوا من الجنة، لأن الله قدوس، الله قدوس وما يقبل إلا كل شيء قدوس يكون في محضره وقدامه. المسيح لمن قال أنا هو القيامة لمرثا، هو يبي يقول أنه هو اللي له سلطان إقامة الأموات يوم الدينونة، ولكنه قرر من نفسه أن يقيم لعازر في ذلك الوقت اللي هو أخو مرثا، علشان يعزز إيمانها ويقوي إيماننا حنا بعد اللي نقرأ هذه القصة الآن وإنت تسمعها من خلال شاشة جهازك. المسيح هو الوحيد القادر أن يخلصك من الخطية اللي هي سبب الموت. فهل قررت من نفسك أن تيجي الآن للمسيح علشان يشيل خطيتك ويخلصك منها، وبالتالي تكون الحياة الأبدية من نصيبك؟ بالنسبة لي لو كنت محلك
لكنت قلت نعم يا رب تعال وادخل قلبي وخلصني من الخطية وخلني أعيش معك للأبد بالمسيح يسوع. آمين. كلامه روح وحياة من ملا قلبي سلامة صار كل المشتهى. ما أحلى كلامه كلامه روح وحياة من ملا قلبي سلامة صار كل المشتهى وكل الأماني. حبه سباني حبه سباني من موت أحياني. حبه سباني من موت أحياني. وامتلى قلبي تعال 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 فوق وانظر ما أطيب ربي. سيد لكن خادم غسل رجل التلاميذ اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ. سيد لكن خادم غسل رجل التلاميذ اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرة لذيذ. بسم المعاني حبه سباني حبه سباني سباني من موت أحياني أحياني. حبه سباني من موت أحياني. وامتلاك قلبي تعال 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 فوق وانظر ما أطيب ربي. سباني سباني من موت أحياني أحياني. حبه سباني من
أحياني وامتلا قلبي. تعال 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 ذوق وانظر ما أطيب ربي ما أطيب ربي ما أطيب ما أطيب ما أطيب ربي ما أطيب ما أطيب ما أطيب ربي. أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. يدعي بعض البعيدين عن تعاليم السيد المسيح أن المسيحية تصريح مفتوح لفعل الخطايا، فكل واحد يغلط ويخطب كيفه وعلى هواه، لأن المسيح غفر له كل ذنوبه. فهل يا ترى غفران المسيح فعلا تصريح مفتوح لنا بفعل الخطايا؟ ومن ناحية أن المسيح مغفور له كل خطاياه، فهو بدون شك مغفور له كل خطاياه. فدم المسيح الطاهر يغفر خطايا الماضي والحاضر وكل خطايا المستقبل مهما كانت، وهذه حقيقة مسيحية ثابتة لا جدال فيها. فهو غفران كامل وشامل بسبب عمل المسيح الكفاري على الصليب. وطبعا هذا الكلام ثابت في آيات كثيرة تأكد هذا الحق الإلهي. فالمسيحي الحقيقي له الحق في دم المسيح أن تغفر له كل خطاياه. فالآية تقول: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وفي رسالة يوحنا: وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وهذه نعمة من الله للبشر في قبول فداء وخلاص السيد المسيح لنا من الخطيئة بعمله على الصليب. نعمة كبيرة جدا، لكن من يأخذ كثيرا مطالب بأكثر. وكلما تمتع الإنسان بغنى نعمة الله، كلما ازداد محبة وتقدير وحرص على ذا النعمة من خلال أعماله وتصرفاته وسلوكه وتعاملاته في الحياة. فالنعمة أبداً ما ترخص الخطية ولا تقلل من شأن القداسة، بالعكس، فالنعمة تزيد الإنسان حرص وتدقيق في حياته وعلاقته مع الله والناس. فإحنا نؤمن أن الخلاص بالنعمة بالإيمان، لكن هذا الخلاص لابد أن يثمر عمل صالح. وإذا لم يثمر عمل صالح مثل ما يقول الرسول يعقوب، فإنه إيمان ميت بدون فائدة، يعني إيمان غير حقيقي أو غير موجود أصلا. فإذا قال أحد إن له إيمان وما له أعمال، فإيمانه أكيد ميت. واللي يدعي إن له إيمان وما له أعمال، فهذا إيمان ادعائي ونظري، وللأسف ما له أي أساس. فالموضوع مش في القبول بنعمة السيد المسيح كمخلص أو لا، لكن الإيمان بعمل السيد المسيح وخلاصه إيمان كامل وشامل. فقبول شخص المسيح كفادي ومخلص في حياتك يعني علاقة مستمرة وحياة جديدة وتغيير كامل. فأنت في المسيح خليقة جديدة. فإذا قبلت المسيح وما تغيرت، فأنت في الحقيقة ما قبلته أصلاً. فالإيمان الحقيقي لازم ينتج عمل صالح وحياة مقدسة ترفض الخطيئة. ممكن جدا نسقط في الخطيئة، لكن نقوم بسرعة ونتوب عنه ونكمل علاقتنا مع الله.
أما المستمتع والمستهين بخلاص المسيح فهو غير مخلص وغير مؤمن وغير عارف لحقيقة عمل المسيح الكفاري أصلا. وأي واحد يعتقد أن المسيحية شيك أبيض بالخطيئة فهذا إنسان ما يعرف المسيحية ولا يعرف المسيح أصلا. فلا يوجد فكر أو تعليم في المسيحية يقول اغلط مثل ما تحب والمسيح يغفر لك كل ذنوبك. لكن المؤمن المسيحي المقدر لنعمة المسيح ومع أنه ضامن الخلاص ألا أنه يفعل الخير حب للناس وتشبه بالسيد المسيح ومش مقابل أجر ينتظره أو بر ذاتي يرجع له. حب الخير للخير ومش طمع في مصلحة أو سمعة أو لأن الحسنات يذهبن السيئات. لكن إنسان تغير في المسيح وأعماله مجرد ثمار ناتجة عن علاقته ومعرفته بالسيد المسيح. فالإنسان المؤمن إيمان حقيقي يظهر إيمانه من خلال أعماله وتعاملاته وعلاقاته مع نفسه ومع الناس ويتحرر من قيود الخطية فما تعود مسيطرة عليه ما دام يسلك في طريق المسيح. وحتى إن حدث وتعرض لمغريات أو لمشاكل واضطهادات في حياته فيواجهها بصلابة وإيمان وانخانته إرادته واستسلم لتجربة معينة وسقط لازم يندم يندم على خطيئته ويتركها ويرجع بسرعة لله ويتوب فيغفر الله له كل خطاياه الماضية والحاضرة بعد أن تاب وندم. أما المقتنع بأن المسيح غفر له كل ذنوبه وجالس يخطي يمين وشمال وماخذ الدنيا طول بعرض لأنه ضامن الأبدية فإيمانه للأسف باطل وغير نافع لأن بهذا الفكر يزدري بدم المسيح ونعمة خلاصه ويستهين بلطفه ورحمته ومحبته وبالتالي يحرم من الخلاص. فالاستهانة بالخطية استهانة بدم وعمل المسيح نفسه. إذن خلاص المسيح نعمة تبعدنا عن الخطية وتحاربها فينا ومش العكس وتعطينا ضمان بالأبدية والقرب من الله. أعزائي المشاهدين حلو جدا الشعور بنعمة المسيح حلو جدا أنك تشعر أنك تثمر حلو جدا أنك تشعر أنك تتغير حلو جدا أنك تشعر أنك إنسان نقي وجديد في المسيح. وأشكركم لمتابعتكم والسلام ختام وحياكم الله وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير. شكرا. مثل ما تشتاق الغزلان إلى جداول الماء كذا تشتاق نفسي لك يا الله. نفسي عطشانة لله الإله الحي فمتى أجي وأوقف قدام الله. قد صارت دموعي طعامي الوحيد نهارا وليل إذ إنهن قال لي كل يوم وين إلهك. يوم أتأمل في نفسي تعاودني هذيك الذكرى كيف كنت أمشي محشود العابدين المحتفلين بالعيد وأقودهم في الحضور إلى بيت الرب هاتف معهم فرح وحمد. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي وليش أنتي قلقانة فيا؟ ترجي الرب فإني أبقعد أحمده لأنه عوني وإلهي. إلهي إن نفسي مكتئبة في علشان كذا أذكرك من وادي الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. أمواج النكبات توالت عليك ما توالى مياه شلالاتك. يبدي الرب لي رحمته في النهار وفي الليل ترافقني ترنيمته صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي ليش نسيتني ليش أطوف النايح من مضايقة العدو.
لقد عيرني مضايقيني وسحقوا عظامي إذنهم يقولون لي طول النهار وين إلهك. أحبتي في المسيح، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة، ونختمها زي ما يقول ختامها مسك بفقرة الاختبارات. وهذا الاختبار وصلنا من السعودية من الأخت لام ميم من السعودية. تقول: بدأت قصتي منذ كان عمري 10 سنوات. ربما لن تصدق، ولكن هذا ما حدث. سأحكي لك التفاصيل مهمة عن حياتي لتكون الصورة واضحة وكاملة لك. سن 10 تعرضت لمحاولة اغتصاب من أحد أقاربي، عنفني بطريقة وحشية ولا إنسانية، وفي الأخير ألصقني بالحائط وأمسك رقبتي بكل قوة. لم يسمع أحد صيحات فزعي وألمي. ناجيت الله ولم يستجيب لي. من قوة الضغط فقدت وعيي جراء جلطة دماغية سقطت أثرها في غيبوبة. تسببت الجلطة في شلل وقتي نصفي لجزء من جسمي، تعافيت منها بطول الوقت. من ذلك اليوم طويت صفحة سوداء من حياتي، وحاولت بكل ما أوتيت من قوة مجابهة الحياة. لصغر سني لم تكن لدي الجرأة أن أترك الإسلام، وحينها لم أفكر في ذلك حتى، لكن كان هناك شرخ أزمة ثقة وإيمان متلاشي بيني وبين الإسلام. بعد زواجي أيضا حياتي تحولت لجحيم. زوجي رجل مدمن يعنفني بشكل يومي، ويعنف أطفاله أيضا بلا رحمة، يحرمني من أبسط حقوقي حتى في العلاج. حتى أني لمحته بيوم من الأيام يتحرش بابنتي الصغيرة، ولما منعته ضربني بوحشية. ناجيت عائلتي المسلمة جدا أن تنقذني وتخلصني منه، فلم يأبهوا لأمري. طبعا في الرجال في الإسلام قوامون عن النساء. بسن 22 ذهبت مع زوجي إلى الحج، وعلى عكس ما يحدث لأغلب الناس لا أعلم ماذا حدث لي. وأنا ببيت مكة شعرت بغربة بانسلاخ، شعرت أن الطقوس والعبادات التي يقومون بها أعمال لا معنى لها. كنت أراها طقوس همجية بربرية بلا روح ولا هدف ولا سمو، قذارة وبربرية وممارسات بدائية وثنية تتناقض مع عدة آيات بالقرآن. حينها وبلحظة فارقة تشبه خروج الروح من الجسد، أيقنت أني لم أعد مسلمة، أو بتعبير أصح وأدق تخليت عن هذه الوراثة. الفتاة الصغيرة التي كانت خائفة بعمر 10 أن تقرر هذا القرار خرجت مني الآن وقادتني للنور. طبعا لم أفصح عن هذا الأمر لأي إنسان مجتمعي متعصب دينيا، واحتمال كبير أقتل أو لو فصحت عن ذلك. وفي الأثناء قادني الفضول أن أتوجه وأن أبحث عن المسيحية التي لطالما كانت موضوعا محرما في العائلة أو المدرسة. وكانت هناك شيطنة للمسيحيين في محيطنا، لكن قررت البحث. وما دفعني للبحث التفاصيل ربما تكون للبعض تافهة، ولكنها مهمة بالنسبة لي. الحق معك. فمنذ طفولتي كنت أعشق أن أستمع لتراتيل المسيحية والكنيسة التي أراها في الأفلام، وكانت روحي تنتشي بها. كنت أتمنى أن أزور كنيسة، أن أقابل رجل دين مسيحي ليكشف لي عن خبايا المسيحية. بدأت بقراءة الإنجيل وتعاليم المسيح، وتراسلت مع مسيحيين ببرامج دردشة كان أهمهم صديقتي وهي عراقية مقيمة بي، وبدون واسطة ولا علم ولا عالم دين. لامستني روح يسوع المسيح. أحسست أن في تذرعي ودعائي للمسيح حقيقة،
وفي تقرب له حكمة كونية، حكمة كونية تقول بأن أؤمن بالمسيح ربا وفاديا ومخلصا، وأنه القيامة والحياة، وهو نور العالم الذي تجسد بشرا من العذراء مريم وجاء من السماء إلى أرضنا ليفدينا من عقاب الخطية التي فصلتنا عن العلاقة مع الله. وأنا من منبري هذا، وأمين أن أكون صوتك، لي الشرف أن أكون صوتك، وأنا من منبري هذا أقول يا رب أنا أؤمن أنك أرسلت ابنك يسوع المسيح إلى العالم لكي يموت من أجلي، لكي أنال أنا الحياة الأبدية، فأشكرك من أجل هذه النعمة، وأعترف بفمي أني قبلت هذا العمل العظيم من أجلي، فأسألك أن تقبلني إليك وتضمني إلى كنيسة المسيح، وتحل بروحك القدوس فيا غافرا كل ذنوبي ومعاصية التي ارتكبتها، مانحا إياي الحياة الجديدة لكي أعيش حسب إنجيل المسيح، وفي النهاية لا أعود أخاف الموت لأني سوف أتي إلى الملكوت رب المجد يسوع. لك كل المجد وشكر وحمدا يا الله. وأنا أتوجه إليك يا دكتور خالد باسم الروح القدس أن تساعدني لأنفذ بجلدي من هذا المستنقع أنا وأطفالي. بالنسبة لسؤالك، أنا لست من هذه المنطقة، وصدقا أنا متخوفة من أعطاء معلومات شخصية، ولكن أنا ما حقولها. صدقني أنا سلمت حياتي للمسيح. نعم أنا في خطر، ولكن واثقة بقوة المسيح في الخلاص. آمين. الرب يباركك. أنا فعلا تواصلت مع هذه الأخت وتناقشنا عدة مرات، ففي كثير أشياء أنا مش قادر أقولها حفاظا على سلامتها وأمنها، ولكن أكيد أنت في صلاتنا الرب يوصل صوتك، لأنه صوتك صوت كثير مثلك، مش أنت لحالك، في كثير بنات يعانوا مثلك، وما في خلاص. مشكلتنا إحنا مشكلتنا مع الخطية مش مع الإنسان. إحنا مشكلتنا مش مع زوجك ولا مع أقاربك ولا أهلك ولا لا، إحنا مشكلتنا مع الخطية الأساسية اللي المسيح أصلا جاي خلصنا منها. فأمين الرب يستخدمك، وإنت يمكن مريت بهذه التجربة عشان تكوني إنت من تساعدي كل من تمر بمشاكل مثلك، ورب يستخدمك أكتر وأكتر لخلاص النفوس ومجد اسمه. آمين. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، والرب يبارككم جميعا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.